إيران دفعت بصواريخها باتجاه العراق وذلك من أجل التحضير لعملية انتقامية كبيرة ضد إسرائيل. تفاصيل هذه المسألة أصبحت واضحة مما نشر يوم أمس من قبل جريدة إيلاف الإلكترونية المعروفة، بالإضافة إلى تفاصيل مهمة أخرى وخطيرة قادمة من موقع أكسيوس الأمريكي وعدد من الأوساط العبرية الأخرى. والأمر كله كان قد بدأ منذ اطلاع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي على تقرير عسكري مفصل قدم له من عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين. يوضح هذا التقرير طبيعة الضرر الذي تسببت به إسرائيل جراء ضرباتها الأخيرة على الأراضي الإيرانية. وبعد اطلاعه على هذا التقرير بحسب ما تحدثت عنه نيويورك تايمز، أعطى الأوامر مباشرة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاثنين الماضي بالتحضير لهجوم انتقامي ضد إسرائيل. وبدأ المسؤولين الإيرانيين العسكريين بتحديد العشرات من المواقع في إسرائيل من أجل الاستعداد لضربها، وما تحدثت عنه هنا جريدة إيلاف التي ذكرته طبعا اليوم أو يوم أمس هو أن الأقمار الصناعية وأجهزة الرصد الأمريكية والإسرائيلية رصدت تحركا للصواريخ البالستية من إيران إلى داخل العراق وكذلك ما هو متعلق بهذه الصواريخ. والمعلومات تتحدث بأن هنالك تحضيرا من قبل إيران وتنسيق بين إيران والفصائل العراقية لكي تكون الفصائل العراقية جزءا كبيرا من هذا الهجوم الانتقامي ضد إسرائيل. لا بل إن هنالك تحضيرات كذلك صاروخية وتحركات صاروخية كبيرة من قبل الجانب الإيراني من أجل تنفيذ هذه العملية. بمعنى آخر إن الفصائل العراقية والعراق تحديدا يحضر لإطلاق ما يعتقد بالعشرات لا بل مئات الصواريخ والطائرات المسيرة من أجل مشاغلة المنظومات الدفاعية الموجودة في هذه المنطقة وكذلك محاولة مشاغلة المنظومات الدفاعية الإسرائيلية وحتى منظومات الثاد قدر الإمكان، وذلك من أجل فسح المجال للصواريخ الإيرانية التي يعتقد بأنها ستنطلق بالمئات مقارنة بأي عملية سابقة شهدناها من الوعدة الصادقة الأولى أو الوعدة الصادقة الثانية التي أطلق من خلالها 180 صاروخا بالستيا من ضمنها صواريخ الفرد صوت. هذه المرة الأمور ستختلف، بالتالي المشاغلة من العراق لكل المنظومات الدفاعية وبعدها تأتي إيران بصواريخها لتضرب أهدافها في داخل إسرائيل من أجل أن تكون هذه العملية هي الأقوى وهي الأخطر على الإطلاق من قبل إيران مباشرة على إسرائيل. والتنسيق بين إيران والفصائل العراقية أصبحت واضحة ليس فقط من خلال هذه المصادر التي تحدثنا عنها، لا أبدا، بل إن الأمر أصبح واضحا من تصريحات قادمة من الجانب الإيراني من قبل إسماعيل كوثري. هذا الرجل هو عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وكان قد ذكر بأن الهجوم سيتم تنفيذه بالتنسيق مع مجموعات المقاومة الأخرى في المنطقة وسيكون أقوى من هجوم إيران في الأول من أكتوبر. وبالإضافة إلى ذلك أنه أكد بأن مجلس الأمن الإيراني فعلا قد وافق على عملية الرد. لا بل إن قائد الحرس الثوري الإيراني لم يكتفي بتهديداته باتجاه إسرائيل، بل إنه قال بأننا سنزيل وسنطرد الولايات المتحدة الأمريكية أساسا من المنطقة بأكملها. أما المرشد الأعلى فكانت له منشور أو كان له منشورا على موقع إكس، بالإضافة إلى لقاء له مع الطلاب بشكل عام يوم أمس، الطلاب المتواجدين طبعا في إيران، وكان قد قال بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان ردا ساحقا. وأيضا هو التقى اليوم بعوائل القتلى من الجنود الإيرانيين الذين قتلوا طبعا بسبب الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مما يوضح بأنه يعطي تطمينات لهذه العوائل بأن الانتقام قادم والأمر لن يترك أبدا بهذه النتيجة أو بهذه النهاية بأن إسرائيل ضربت إيران وانتهت القصة إلى هذا الحد. حتى أن إيران أوبزرفر أكدت بأن هذه الضربة ستغير الحسابات الاستراتيجية لكل من تل أبيب وواشنطن، مما يوضح بأننا سنكون أمام حدث قد يكون هو الأخطر على الإطلاق منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. وطبعا بسبب كل هذه الأنباء التي نتحدث عنها اليوم، الأسواق الإيرانية انخفضت بنسبة 5%، نسبة إضافية للنسب التي انخفضت فيها هذه الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية تحديدا بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران. وما يضاف إلى ذلك أن سعر التصريف أو سعر الصرف من الدولار إلى التومان أو من الدولار إلى الريال الإيراني قد ارتفع إلى مستوى عالي للغاية كما تلاحظون هنا، إذا ما قارنا ديسمبر من عام 2023 وصولا إلى نوفمبر عام 2024 وصل إلى مستوى عالي للغاية تقريبا 700 ألف
ريال إيراني كما نلاحظ للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك أيضا بأن إيران واضح جدا أنها تستعد فعلا لهذا الهجوم وتستعد أيضا على المستوى الدفاعي لأي رد فعل قادم من قبل الجانب الإسرائيلي. الأمر أصبح واضحا من إنذار جديد صادر من السلطات الإيرانية للطائرات المدنية والطيارين المدنيين بشكل عام في نقطة مثيرة للاهتمام. هذه النقطة هي متواجدة تقريبا في وسط إيران أو باتجاه الغرب في حقيقة الأمر من إيران، وهذه المنطقة هي منطقة همدان تحديدا. هذه هي منطقة همدان التي سنراها الآن، هذه هي المنطقة بالضبط التي نتحدث عنها. بالقرب منها جاء هذا الإنذار لجميع الطيارين المدنيين بأن عليهم الابتعاد عن هذه المنطقة أو التحليق على الأقل على ارتفاع أكثر من 10,000 قدم، لأن هنالك تدريبات بالمضادات للطائرات في هذه المنطقة. ولاحظ هذه المنطقة مهمة للغاية، هي تأتي بين العاصمة الإيرانية طهران، هذه هي طهران، وكذلك أيضا بين أو تبتعد تقريبا على مسافة 143 كيلومترا من قاعدة كرمانشاه الصاروخية ومدينة كرمانشاه بشكل عام. بالتالي هذه مسافات مهمة إذا ما انتبهنا لها، تقريبا أكثر من 200 كيلومتر باتجاه طهران. ولا بد من الانتباه أيضا بأن العاصمة الإيرانية طهران كانت هدفا للجانب الإسرائيلي مؤخرا عندما قامت الطائرات الإسرائيلية باستخدام الأجواء العراقية من خلال ضرب العديد من الأهداف والمنظومات الدفاعية والمنظومات الرادارية، وخاصة المنظومات الدفاعية المهمة التي تحمي العاصمة الإيرانية طهران. قاموا بشل تقريبا المنظومات الدفاعية المنتشرة في هذه المنطقة، مما يسمح في المستقبل للجانب الإسرائيلي ليس فقط استهداف منشآت حيوية، وإنما الجانب الإسرائيلي هو قادر على الدخول إلى العاصمة الإيرانية طهران باستغلال هذا الطريق بأكمله لطبعا ضرب إيران وضرب العاصمة الإيرانية طهران. ومن الممكن أن تكون جزءا من عمليات اغتيال، لأن إسرائيل في الفترة الأخيرة تقول بأنها تريد عملية أو تريد الانتقام لمحاولة الاغتيال التي طالت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 19 أكتوبر، لأن إيران هي التي أعطت الأوامر لحزب الله لتنفيذ هذه العملية. بالتالي ترى أنت عملية المناورات لمثل هذه المنظومات في هذه المنطقة هي من أجل التصدي لأي عملية ممكن أن تأتي بهذا الاتجاه، ومتوقع أن تكون هنالك المزيد من المناورات الدفاعية استعدادا لأي هجوم محتمل باتجاه هذه المنطقة أساسا بأكملها. وهذا كله دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ قرار بإرسال سفنا ومدمرات حربية قادرة على التصدي للصواريخ البالستية الإيرانية. كذلك أرسلت أسرابا جديدة من الطائرات، من ضمنها طائرات F-16، لا بل العديد من طائرات B-52 القاذفات الأمريكية العملاقة والخطيرة للغاية. ما ظهر طبعا بحسب الفلايت رادار 24 ظهرت طائرتين من هذه الطائرات يوم أمس وهي تدخل باتجاه البحر المتوسط متجهة باتجاه منطقة الشرق الأوسط، وظهرت طائرتين من طائرات KC-135 لتزويد الوقود لتنضم إلى هذه الطائرات لإسنادها وللتمركز معها وإسنادها في عملياتها القادمة في منطقة الشرق الأوسط إن اضطرت لذلك في مواجهة إيران. وهذا هو التسجيل الخاص بالKC-135 التي نتحدث عنها. وظهرت طائرات تزويد الوقود وهي تحلق في هذه المنطقة وتصل إلى قاعدة العديد القطرية، حيث هي موقع وقاعدة العديد أساسا هي منطقة تمركز طائرات البي 52 التي نتحدث عنها، وهذا الأمر تم تأكيده من قبل Aircraft Spots بنفسه. لا بل أن اليوم أيضا ظهرت طائرتين أخرى من الطائرات، وقبل أن نذهب إلى طائرتين التي سنتحدث عنها الآن، القيادة المركزية الأمريكية أساسا نشرت صورة لإحدى هاتين الطائرتين التي دخلت لهذه المنطقة لقاعدة العديد، وهذه هي صورة الطائرة من طائرات البي 52. وأكدت القيادة المركزية بأنها أصبحت متمركزة في المنطقة. طائرتين أخرى ظهرت أساسا اليوم بهذا الشكل وهي تحلق باتجاه البحر المتوسط من طائرات البي 52، أي أننا أصبحنا أمام 4 طائرات من هذه الطائرات بشكل عام. ولاحظ كيف أنها تحلق مع طائرات التزويد بالوقود، كانت واحدة منها هي الظاهرة كما نلاحظ، هذه هي البي 52 من خلال التسجيل الخاص بها. وهنا KC-135 KC-135 و KC-135
F-35 لتزويد الوقود. طبعا كل طائرة من طائرات B-52 ترافقها طائرتين من طائرات KC-135 ودخلت إلى المنطقة. وكما تحدثنا 4 طائرات من طائرات B-52. كذلك أن إيريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل أيضا لإسرائيل، ونشرت صورة له من قبل القيادة المركزية الأمريكية وهو يصافح كما نلاحظ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي. وهذا فيه معاني كبيرة، حيث أن موقع أكسيوس الأمريكي ذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إيران بأن أي هجوم باتجاه إسرائيل صاروخي بهذه الطريقة فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن هذه المرة من ضبط ما تخطط له إسرائيل. هي أقنعت إسرائيل قدر الإمكان بأن تنفذ عملية تستهدف من خلالها المواقع العسكرية فقط، لكن هذه المرة كل شيء سيكون مستهدفا. من ضمن هذه الاستهدافات هي المنشأة النووية أو حتى المنشآت النفطية من قبل الجانب الإسرائيلي. فطلبت الولايات المتحدة وحذرت الجانب الإيراني بأن يبتعد عن توجيه أي ضربة كما اتخذت القرار وكما أصبح واضحا للجميع. كذلك أن جريدة إلاف أكدت بأن الجانب العراقي تسلم إخطارا من إسرائيل، وصل هذا الإخطار ليبلغ الجانب العراقي بأن على العراق أيضا الابتعاد عن المشاركة بأي شكل من الأشكال مع كل هذا الرصد، لأن هنالك 30 هدفا في الداخل العراقي من الممكن أن تستهدف من قبل الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي قد يحمل الحكومة العراقية هذا الانفلات أو هذه القرارات المنفصلة عن إرادة الحكومة العراقية بشكل عام باستخدام القدرات العسكرية من الأراضي العراقية بشكل مباشر. وبالتالي هنا نلاحظ مع انتشار حاملات أو القاذفات الأمريكية الاستراتيجية في قاعدة العديد بهذا الاتجاه، وأيضا يوضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون أعطت الإثباتات وأعطت الضمانات لإسرائيل بأن أي رد فعلا من إيران على إسرائيل بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران هذا الأمر يعني بأنها ستشارك في ضربة مباشرة على المفاعلات النووية. فالقاذفات B-52 هي قادرة تماما على إسقاط كل القنابل الثقيلة المطلوبة في تدمير هذه المفاعلات النووية وإنهائها من الوجود، وهذا الأمر لن يكون سيئا فقط على الجانب الإيراني بخسارة كل الاستثمارات المهمة التي أنفقتها على هذه المفاعلات، بل كذلك على وضع النظام الإيراني بشكل عام، وكذلك أن فقدان هذه المفاعلات لن يعطي غطاء لا للفصائل العراقية أو الفصائل المقربة من إيران في سوريا أو حتى حزب الله أو جماعة الحوثي في المستقبل في مواجهة إسرائيل. وبالتالي هنالك رسائل وحراك سريع للغاية وخطير. وما هو متوقع الآن بأن هذه الضربة محتمل جدا أن تكون خطيرة للغاية في الأيام القليلة الماضية. بعض المصادر أشارت بأن يوم غد هو يوم مثير للاهتمام، هو الرابع من نوفمبر طبعا، وهذه الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية طهران في عام 1979، وهي مثلت رمزية مهمة بالنسبة للثورة الإيرانية الإسلامية آنذاك. وبالتالي يوم غد هو يوم مثير للغاية للانتقام لإيران بشكل عام، ولكن أغلب المصادر من ضمنها النيويورك تايمز وتقديرات حتى إسرائيلية وجدت بأن الأمر فعلا قد يحدث من قبل الجانب الإيراني بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب. لا يريدون التأثير تماما على حظوظ هاريس في الفوز على دونالد ترامب، وأن ضربة من إيران يعني ردة فعل من إسرائيل يعني اشتعال المنطقة، يعني أن الأمر سيكون بصالح دونالد ترامب الذي قد يكون أخطر بكثير من كامالا هاريس في نهاية المطاف. وبالتالي الضربة بعد نتائج الانتخابات وانتهاء الانتخابات الأمريكية هي قد تكون مهمة، خاصة وأن هذه الفترة من نوفمبر وحتى شهر مارس يطلقون عليها فترة البطة العرجاء. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي لم يتسلم أو لم يدخل البيت الأبيض، لا زال غير قادرا على اتخاذ قرارات استراتيجية رغم فوزه بالانتخابات. كذلك أن هنالك انتخابات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وقد يفوز الجمهوريين في مجلس الشيوخ ويتغير طبعا الوضع كاملا في الكونغرس، وأيضا هم غير قادرين على تمرير أي قرارات مهمة إن كانت من البيت الأبيض أو الكونغرس، وقد تكون هي فترة مهمة لتصفية الحسابات. وأغلب الآراء تذهب وأغلب التحليلات أو حتى المعلومات تذهب باتجاه بأن هذه العملية قد تحدث بعد الانتخابات الأمريكية في نهاية المطاف.